السلام عليكم، صباح الخير أو مساء الخير على حسب انتوا هتشوفوها امتى. ازيكم، عاملين ايه؟ انا محمد ناصر، وهتبقى معايا دكتورة رنا ان شاء الله. هنشوف مع بعض المحاضرة دي اللي كان مفروض تتعمل عن case based learning. ده هدفنا ان احنا implement كل اللي احنا خدناه من اول السنة لحد دلوقتي في cases، كان المفروض ان احنا نتناقش فيها ويبقى زي workshop رايح جاي يعني، لكن لسوء الحظ يعني ان احنا هنضطر ان احنا نقول فكرنا عليها يعني، وان دي كل حاجة مقشرة يعني بحيث ان انتوا تعرفوها يعني. الكيسز مميزاتها ان الكيسز دي كلها بتاع دكتورة رنا، فاحنا هنبص عليها وهنتكلم عليها مع بعض ونشوف. نخلي بقى دكتورة رنا تعرض لنا كيس كيس كده ونقعد نتناقش فيها. اتفضل يا دكتور. يا جماعة، ايه الأخبار؟ يا رب كله يبقى سالم إن شاء الله. بإذن الله نبتدي النهاردة نتكلم في أول كيس. دي أول كيس عايزين نبتدي نعرضها. أول حاجة احنا عايزين نبتدي نشوف ال diagnosis بتاع الكيس. هو ال patient جاي main ال chief complaint بتاعته هي ال fracture بتاعة ال centrals، بس احنا لو نبتدي نعمل diagnosis لل patient هلاقي أول حاجة إن أنا ال two centrals fractured. هلاقي المشكلة التانية ان انا عندي واحد من السنترز is discolored ولونه جراي شوية. بلس لو بصيت تالت حاجة بقى على الجنرالايز على السنان، هلاقي ان البيشنت ال enamel structure بتاعه مش مظبوط. لو رجعنا للمحاضرة بتاعة ال white spot lesion، افتكر هيبقى سهل بالنسبة لك تعمل diagnosis للكيس دي، ان انت عندك زي white lines بعرض الاسنان واخدة السنان كلها، والبيشنت لو سألته هتلاقيها غالبا هيبقى يقول لك دي انا سنين كده طول عمرها. فده ال probable diagnosis بتاعها ان انت عندك هنا generalized fluorosis او fluorosis في السنين. طيب لو بصينا على السنترلز عندنا في رايت ده في بس يعني simple fracture ما فيهوش involvement ل pulp او اي حاجه، وما فيهوش discoloration، ما فيهوش اي complaint. اللي جنبه هو اللي fracture اكبر شويه. فانا طبعا لما الاقي سنان ديسكالرد انا على طول بفكر ان السنانه دي ان هي بقت نون فايتال، تروما عملت ديفيتاليزيشن للبالب. يعني فورشنلي البيشنت ده كان اوريدي جاي عامل روت كانال. احنا في الحاله دي لو البيشنت عامل روت كانال لازم ناخد اكس راي اطمن ان الروت كانال كويس كده، اشوف ابروسيد في الستيب اللي بعدها. لو البيشنت جاي مش عامل روت كانال وانا شايفه يعني فرانك كان فري كان في فرانك اكسبوجر، خلاص ببتدي اعمل له روت كانال. لو سنة discolored بس ما فيهاش fracture عشان برضه نبقى عارفين لازم اعمل vitality test الاول. طيب انا احنا بالنسبة للسنة دي لو احنا خلاص هو ال patient عامل endo وال endo كان satisfactory، المفروض ابتدي اخش دلوقتي الستيب اللي بعدها. انا عايز ابتدي اعمل composite restorations. طيب للاسف مش هعرف اعمل composite restoration على الوضع ده، فهعمل ايه؟ سنة discolored دي لازم ارجع لونها الاول. انا اعملها بايه بقى؟ تقول لنا يا دكتور ناصر كده. طبعا انا برضو بس عايز اعلق حاجة على دكتورة رنا. طيب هل انا بدور على الشيف كومبلين بتاع البيشنت الاول، then بعد كده ابتدي افكر في بقية مشاكله؟ انا عملت سبوتنج للمشاكل وحطيتها على جنب، لكن بعد كده لازم ادرس الاول الشيف كومبلين بتاع البيشنت، then ابتدي ابص على الحاجات التانية. فبالنسبه للسنه الديسكالر دي عشان اعرف اخليها ان هوموجينس مع السنان السراوندنج عشان ابتدي اريستور، يبقى اول حاجه هعملها هتبقى انترنال او نون فايتال بليتشنج. بعد ما هعمل النون فايتال بليتشنج ده هبتدي افكر بقى هعمل ايه في بقيه السنان، ابتدي اشوف هل البيشنت اصلا عنده مشكله من الديسكلاريشن اللي من الفلوروزس ده ولا ما عندوش مشكله. لو عنده مشكله من الفلوروزس يبقى هبتدي ارجع لي تشابتر الوايت سبوت ليجنز وهنشوف ده المفروض هيتعالجه ازاي. طيب لو هو ما عندوش مشكله من الفلوروزس هعمل ايه؟ يبقى هنشوف لو عنده مشكله هنعمل ايه، لو ما عندوش مشكله من الديسكلاريشن ده هنعمل ايه. قول لنا يا دكتور هنعمل ايه مع الفلوروزس لو هو جنرالايز كده زي ما احنا شايفين. بالنسبة للفلوروزس احنا عندنا more than one option. option الأولاني ان انا ممكن ابتدي اعمل مايكرو ابريج بحيث ان انا اقلل ال heterogeneity بتاعة ال structure او بتاعة ال enamel، يعني اخلي ال enamel more homogeneous واتبعه ب bleaching. ممكن حتى يفضل في الحالة دي home bleaching، يعني حاجة خفيفة كده بتبقى بتاخد وقتها شوية.
انا هبتدي اعمل لهم بليتش، وهبتدي لو انتوا بصيتوا على بيز السنان نفسها هتلاقوا بيز السنان نفسها يلوش ان كلر. فانا لو فتحت اليلوش كلر ده قربته من ال من ال قللت الكونتراست ما بينه وما بين الوايت ليجنز، فانا اكني بعمل كاموفلاجينج شويه للليجن، بلس ان انا خفيت الوايت كلر الجامد بتاع الليجن، فده ممكن يحسن لي الشكل قوي، ده يديني ان انا عملت ميه. فانا بعمل كومبينيشن من المايكرو ابريجن مع البليتشنج. تمام. في كيس بيبقى لون السنان اوريدي مظبوط، او البيشنت مش عنده مشكله من لون سنان نفسه ومش عنده مشكله، بس في ان هي الهيتروجينيستي بتاعت الستراكشر او ان في وايت لاينز كتير، ممكن احلها بمايكرو ابريشن. بس خلي لو خلينا بالنا سوري قصدي بريزن انفلتريشن، بس ناخد بالنا من الكيس دي. شايفين السنتر اللي هو الرايت اللي هو مش ديسكالرد هتلاقي عليه براون ستينز، فده ما ينفعش ابدا ان انا اعمل مايكرو ابريشن، اعمل سوري ريزن انفلتريشن في على الشكل زي ما قلنا ان انا عملت ريزن انفلتريشن وانا اوريدي عندي ستين ديسكالرد، عندي براونش ستين مثلا او حاجه، او بي لوكينج ان ذا ستين في السنه، فانا ده يديني ايميديت اتاتك فيلير، فاش اعمله. مش بس كمان في السنترال، انت عندك لو بصيت على اللاترال اللي جنب الديسكالر سنترال ده، لو بصيت على ديستال اسبيكت بتاعه هتلاقي ان برضه في نفس الديسكالريشن. فهنا يعني هنا البيشنت ده على الوضع ده is not a candidate for resin infiltration. يا اما لو عايز اعمل resin infiltration هتبعه قبليها بمايكرو ابريجن، او ممكن اعمل مايكرو ابريجن وبليتشنج ويبقى الوضع ظريف جدا. بوينت كمان هبتدي احط نبتدي نحطها ان انا عملت internal bleaching زي ما قلنا في السنتر ورجعت لونه مظبوط زي ما هو، هبتدي اعمل restoration بعديها امتى؟ لازم 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 لو بعمل bleaching، لو هعمل اي restorative treatment في حاجة resin يعني composite resin composite resin منتفخات جلس عالم اي حاجة فيها polymerization لresin، لازم استنى اسبوعين عشان bleaching agents ده زيه زي اي حاجة فيها oxygen بيعمل inhibition ال proper polymerization بتاع الرزم. فلو هعمل bleaching لازم استنى اسبوعين عشان اعمل ال restoration. طيب هنا بقى الوضع ال restoration ال composite هيبقى عامل ازاي؟ ممكن دكتور ناصر يقول لي. لو بقى ال patient ما كانش عنده ال issue بتاع ان ال discoloration بتاع الفيروزز ده مضايقه، هو عايش كده وكل اسرته لون سنانهم كده وما عندهمش مشكله، يبقى انا I have to restore الشكل بتاع السنترال بلس اللون، مش بس اللون كشيد كجنرال شيد، لا بالافكتس اللي موجوده. يعني هو عنده وايت سترايشنز ماشيه بالعرض اول اوفر سنانه، يبقى معنى كده ان انا وانا بعمل اللايرنج بتاعي بقى ان شاء الله اللي هناخده السنه الجايه، وانا بعمل اللايرنج بتاعي بحط اللايرز، اي هاف ان انا انكوربريت ستينز وايت ستينز ان هوريزونتال مانر تحت اللاير الفاينل لاير عشان تمامك الادجيسنت تيث. وزي ما هنأكد ان برضو حتى لو هعمل الكومبوزيت I have to wait 2 weeks at least بعد الانترنال بليتشنج قبل ما احط الفاينل ريستوريشن. ابتدي يا جماعة دلوقتي في الكيس التانية ان شاء الله. دي يا جماعة الكيس نمبر 2 معانا، دي لو بصينا على السنان الانتيريرز كلهم هنلاقي فيهم ديفكتيف انامل في الانسايزر بورشن بتاعهم ديفرنت ديجريز، هتلاقي اكتر حاجه السنترالز ابر سنترالز اللهم اللاترالز، وكمان هتلاقوا في اللورز في ديفكتيف انامل which is very characteristic في الليجن دي، هتلاقي السيرفايكال بارت بتاع السنان على طول التوتال ساوند في الابر اند لور، بس انا عندي مشكله في الانسايزر تو ثيردز بتاعه السنان. لو بصينا برضو على السايد فيوز هنبص على بقية السنين فيهم، على بقية السنين هنلاقي البريمولرز ما فيهمش اي مشكلة الفور والفايف، هتبص على السكس هنا هتلاقي السكسز فيهم هايبوبليجيا برضو متكسرين تماما وفيهم اوكي وفيهم كارز. لو بصيت الناحية التانية other side هتلاقي نفس القصة، وهتلاقي معاه كمان ان انت لو خدت بالك ان الفايف ده موجود في كروس بايت مش الطبيعي الموجود ان هو يبقى فيه، بلس ان في انتيرير اوبن بايت جامده جدا مفيش اوكلوجن اصلا انتيرير. ولو بصينا هنلاقي ان السكس ابر سكس هنا كمان ميسنج. بصينا على الاوكلوزل، بص معايا كده على الاوكلوزل فيو، هتلاقي في الابر عندك ناحيه السكس ميسنج، فالسنان كمان مشفته ففي سبيسنج شويه في السنان، ده الفايف ناحيه السكس الميسنج ده اللي موجود في كروس بايت. الناحيه التانيه هتلاقي السكس متدمر تماما، واللورز برضو تلاقي التو سكسز متدمرين، اولذو ان بقيه السنان ما فيهاش حاجه السيفنز والبريمولرز.
فده برضو لو رجعنا للمحاضرة بتاعة الـ white spot lesion، لو بصينا على الـ differential diagnosis بتاعة الكيس دي، هنلاقي ان دي اللي هو الليجن اسمها MIH او مولر انسايسر هايبومينالايزيشن. بس طبعا هنا احنا بيوند الهايبومينالايزيشن، احنا هنا بقت هايبوبلاستيك. يعني البيشنت دي اما جت اما خدنا الهيستوري بتاعها، قالت لك انا او سنين وهي وهي اصلا بيحصل لها ايربشن كانت قاعده تتكسر. فده بيبقى ان اللي هي MIH is so severe that ان هو حتى ما استحملش الايربتيف فورسز. وهي السنان، يعني هي كانت السنان اتكونت كان فيها شال انامل موجود، بس من كتر ما هو الانامل ده كان ضعيف وهو بيحصل له ايربشن ابتدى يتكسر. وهتلاقي طبعا اكتر سنان بتبقى انفولفد هي، او اكتر سنان بتبقى افكتد المولرز، عشان هما اول حاجه بتطلع، اول حاجه بتخش الاوكلوجن، يبتدي تتكسر بسرعه جدا، يبتدي يحصل فيها كارث، لدرجه ان هو البيشنت لما جات لي، البيشنت دي تقريبا كان سنها ما جات لي حوالي 16 سنه، كان اوريدي السكس عندها واحد اوريدي مخلوع والثلاثه التانيين متدمرين تماما. طيب هنفكر في كيس دي ازاي، هنعمل ريستوريشن ايه؟ الدكتور ناصر بقى يفكر معانا. طيب يا ريت كده نرجع لاول سلايد يا دكتوره رنا بعد اذنك في الكيس. في اول سلايد باين ان البيشنت جت مينلي عشان عندها مشكله اساتكس. طبعا المشكله الاكبر كانت في المولرز اللي اتخلعت دي والمولرز اللي اتدمرت، ولكن للاسف دي اول حاجه بقى مشكله بيغفل عنها كتير قوي نتيجه الانخفاض في الوعي، يعني ان السكسس دول الناس بتفتكرها سنان ديسيديوس لبنيه لان هي بتطلع في سن صغير جدا، فما بيعيريش ليها اهتمام، بالعكس ده بيسيبوها تتخلع، ويلا تتخلع ايه المشكله، ما هي هتبدل، والبيشنت يبتدي يظهر له مشاكل كمان في الاوكلوجن زي ما احنا شفنا في الاوكلوزال فيو. الحاجه الثانيه اللي احنا عايزين نلفت ليها النظر هي موضوع ان مش بس هنا بقى وايت سبوت ليجن، لا ده انا عندي ديفكت في الفورم، الفورم عندي مختلف، وفي ديسكالريشن، وفي اكتر من حاجه مسواه المنظر الاستاتكس. طيب بيشنت زي ده لما بصينا على السايد فيو لقينا كمان عندي سنان ان كروس بايت، في الفرونتال فيو زي ما احنا شايفين ان في اوفر باي اوبن بايت، طب عندنا اوبن بايت وفي حته كروس بايت، وعندي حته سنان روتيتد، وعندي مشكله في الاوكلوجن، ده ستريت انديكيشن فور اورثودونتيك تريتمنت. طيب عندي مشكله اورثودونتيك تريتمنت، وعندي مشكله دلوقتي اساتكس، والبيشنت دي عندها مشكله في الاساتكس، هنا يظهر بقى دور الكوميونيكيشن مع البيشنت، وان انا ازاي اقدر اوجه البيشنت للتريتمنت المظبوط، بلس ان انا اختار التريتمنت اللي ينفع في السيتويشن ده. يعني ايديلي في سيتويشن زي ده، زي ما احنا بنشوف كده في السوشيال ميديا، نعمل تقويم فوري ان احنا نروح واخدين من الكناين للكناين ابر ولور، ونعمل كراونز اي ماكس تحفه، ما بين في خلال اسبوع 10 ايام البيشنت ده روح باحلى ابتسامه هوليود في العالم. طيب ده it is complete failure. Yes انا عالجت للبيشنت الشيف كومبلين وهي الاستاتكس، بس I did harm، فاكرين في اول سلايد do no harm للبيشنت، I did harm للبيشنت، لان البيشنت ده ما كانش محتاج كراونز، كان ممكن يبقى كراونيرز او حاجه مينيمال انفيسيف ان دايركت سيراميك ريستوريشنز، يس اتس ايديال تريتمنت واحسن استاتكس واكتر لونجيفيتي، ولكن هو البيشنت ده مش المفروض يظبط له اوكلوجن اللي هيظبط له بعد كده الفانكشن اللي بعد كده هيحافظ على الاورال هيلث بتاعه والماستيكيشن عنده والفانكشن بتاعت بقيه البق اللي هو محتاجها؟ يس. طب ده انا المفروض اعملها دلوقتي بالاورثودونتيك تريتمنت. لو انا جريت بسرعه على السيراميك ريستوريشن اجي عايز اعمل اورثو الاقي نفسي ايه، هلزق براكت على سيراميك. طب ولو عرفت الزق براكت على سيراميك وعندي حاجات تنفع تلزق على سيراميك، then لما اجي اشيله ايه اللي هيحصل للسيراميكس دي، هتحتاج تتغير. then يبقى the ideal treatment لpatient زي ده ان انا ادخله في composite restoration، ترجع له الشكل الحلو، يبتدي او تبتدي البيشنت تبقى ساتسفايد بالاستاتيك
بتاعها. then ابتدي بقى ادايركت البيشنت ان يو هاف تو دو اورثودونتيك تريتمنت، يعمل الاورثودونتيك تريتمنت بتاعته ويخلص ويرجع الاوكلوجن مظبوط، اظبط له البوستيرير تيث اللي بايظه سواء كان ببوست وكور وكراونز، سواء كان ان هي هتبقى اكستراكتد لان هي مش ريستورابل واتس ايفر، لحد لما اخلص الاورثو ويبقى الاوكلوجن ستابيلايزد، لان زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان الاوكلوجن ده هو العفريت اللي في بق البيشنت، اقوى قوه موجوده في بقه بجانب طبعا الكارث ريسك، تقدر تبوظ اي ريستوريشن، تقدر تبوظ اي توث. فانا اظبط الاوكلوجن اول، ذن ابتدي احط الديفينيتيف ريستوريشن اللي هي هتبقى عباره عن crowns of minimally invasive partial coverage porcelain indirect crowns بعد ما اكون stabilizing كل الاورال condition. حاجة بس يا جماعة، point في restorative treatment، نخلي بالنا ان احنا زي ما قلنا السنان الهايبوبلاستيك او ان عندي defective enamel بيبقى بس عندي كمان مشكلة في البوندنج، فانا سابي عندي شوية مشكلة في longevity بتاعت restorations. هنا في السنان بالذات في الام اي اتش انت شايف ان انت هتلاقي، بص على السنترز كده هتلاقي كانت يعني 2 ثيردز الانامل ديفكتيف، وبعد كده الساوند هتلاقي كان في فينيش لاين طبيعي مرسوم. خلي بالنا لما نيجي نعمل كيس زي دي انا محتاجه الانامل ديفكتيف على قد ما اقدر اشيله، وحتى لو ما عرفتش اشيله كله على الاقل المارجنز اللي هقفل عليها الريستوريشن لازم تبقى توتالي ساوند مارجن، يعني لازم all around ان انا مش بس اعدي الديفكت بس او اللي هي البارت الديفكتيف اللي انتوا شايفينه ال 2 thirds دول، لا الحته اللي شايفها فينش لاين لازم اعدي بعديها بملي او نص او نص ملي، ان الحته دي ما بين الساوند والافكتد انامل is called the transition zone. الترانزيشن زون دي برضو بتبقى يعني slightly affected، اقل من التوتالي افكتد انامل بس برضو بتبقى هايبوبلاستيك شويه، فلازم الفينش لاين ده ما اقفش عنده واقول خلاص انا حلو انا عندي بقى بافل معمول انا هقف على كده، لا لازم اسحب الكومبوزيت او ريستوراتيف ماتيريال اللي اي وات ايفر ريستوريشن عاملها بيوند الحته دي عشان اقف على ساوند انامل مارجن، فاظبط او يعني احسن البروجنوز بتاع الريستوراتيف تريتمنت اللي انا بعمله. تمام، that's all في الكيس دي. ان شاء الله نبتدي نخش في الكيس اللي بعديها. هبتدي يا جماعه دلوقتي نخش في الكيس نمبر 3. زي ما انتم شايفين هو ده patient، هو جاي الكومبلين بتاعته كان بيشتكي من فراكتشر في الانتيرير تيث. لو بصيت على اللاترال هتلاقي اللاترال فيه كلاس 4، ولو خدت بالك ان اللور لاترال كمان فيه كلاس 4 اصغر شويه، فالبيشنت ده خد تروما الناحيه دي كسرت له التو سنترلز. عايزك تاخد بالك بس من حاجه في الكيس هنا، لو بصيت على على الجنرال هيلث البيشنت ده مفيهوش اي عندوش مثلا بلاك ريتنشن، جينجيفا از هيلثي، مفيهاش اي انفلاميشن، مفيش اي شكل مثلا في بليدنج، في فود اكيوميليشن، مفيش اي حاجه. بص على لو بصينا على الاوكلوزال فيو هلاقي بس عنده كيريس ليجن ابتدت غالبا بعد الفراكتشر ان هو شكله سابه شويه، فابتدى يحصل كارث للدنتين الاكسبوز هنا في كان كلاس 3 في اللاترال. بقيت السنان ساوند فيها ريستوريشن واحدة بس قديمة. ولو بصينا على اللور هنلاقي في البريمولر بس في ليجن، في زي بروكسيمال ليجن هنا من شكلها ان هي شكلها حاجة بقالها فترة يعني اتس كرونيك ديكي. وفي اللور 7 برضو في ممكن يبقى في سمبل كلاس 1. لو بصينا هنا مش هنلاقي، لو بصينا حتى من البروكسيمال سايدز مش هلاقي في اي ديمينايزيشن، مفيش وايت سبوت ليجنز باينه، مفيش اي بلاك. لو بصينا على البريمولر حتى اللي بقول عليه كيريس، لو خدت بالكم من الباكل سيرفيس بتاعه هتلاقي ان هو شكل كان فيه ديمينايزيشن قديم، وابتدى البيشنت يعني يظبط الهايجين والكيريس ده ما كملش لدرجه انه حصل له ارست، عشان كده في حبه براون ستيننج هتلاقيهم على الباكل اسبيكت بتاع البريمولر. فهنا يا جماعه لو بصينا على الكيس دي زي ما قلنا، لو انا ابتديت مسكت شيت وابتدي اخد البيشنت الهيستوري بتاعه وابتدي اعمل له كارث اسسمنت، هلاقي ان البيشنت ده الكربوهيدرات انتاج بتاعه قليل زي ما انتم شايفين، عنده هايجين كويس، الليجنز بتاعته ولا قلنا مثلا هم اراوند 3 ليجنز الموجودين دلوقتي، فده يدخله في مدرة ريسك، مدرة كارث ريسك.
انا الكيس دي حطها لكم ليه؟ حطها عشان نبقى فاهمين ان انا مش كل كيس هبتدي اعملها او هبتدي اعمل لها تريتمنت بلاننج لازم اخش بقى في الفيزز عادي، فيزز تريتمنت بلاننج كلها، يعني مش لازم اعمله ايرجنت فيز وبعد كده احط له اعمل له كنترول فيز واحط له كنترول ريستريشنز واحط له جلاس انامر وبعد كده استنى عليه مش عارفه كام شهر ابتدي اعمل له ديفينيتيف تريتمنت بعد كده اشوف اعمل ايه في الفولو اب. لا احنا هنا الكيس دي هو بيشنت الكاريز ريسك بتاعه يعتبر مش عالي، فانا هنا انا عنديش مشكله خالص ان انا ابتدي له بالديفينيتيف تريتمنت هنا، يعني البريمول سوري الانتيريور دي انا عنديش مشكله ان انا خلاص هشيل الكاريز ليجنال في اللاترال ابتدي اعمل له كومبوزيت في الابر واللور وكمان البريمولر اللي تحت والمولر اللي ممكن ابتدي اعمل لهم ريستوريشن. بالنسبه للبيشنت ده انا عندي لو هعمل له مثلا فولو اب، لو احنا قلنا لو احنا دلوقتي حاكمين على ان هو مودر ريسك ديو تو ذا present lesions، فهل ده مثلا هعمله هبص عليه تاني مرة كمان مرة كل بعد 6 شهور بعد اعمله ال restorations دي ابتدي ابص على ال restorations، لو لقيت ان ال patient لسه مكمل على نفس ال hygiene كويس، نفس لسه مكمل على الشجر intake القليل، ما فيش اي lesions كتيرة جديدة ظهرت، انا مش بس كمان هبتدي يعني ان انا ال treatment هيكمل او ان انا هبتدي اعمله follow up كده زي ما هو، لا انا ممكن كمان في اول follow up ليا بعد 6 شهور من ما شفته هنا عملت ال restorations ابتدي ادخله ل care risk اقل، يعني انا ابتدي لو هو بعد 6 شهور ما فيش اي حاجة ظهرت جديدة انا بنقل ال patient ل low care risk. اوكي فنخلي بالنا من الحكايه دي ان انا مش اي كيس ابتدي اخش لها في استنبط ان ده لا ده هاي ريسك ده عنده الكيرس يبقى ده هاي ريسك بيشنت ولازم اعمل له لازم احط له راس انامر، لا ولازم استنى وما اعملش ديفينيتيف تريتمنت، مش كل كيس تمشي كده خالص، فهنا الكيس دي مش محتاجه الكلام ده. فهنا بس نتستور with composites reinforce ان انا يعني اشجعه ان هو ماشي كويس فيكمل في الهايجين بتاعه. وابتدي مثلا لو حط له حتى فلورايد فورنيش هتبقى ممكن كل 6 شهور او كل سنة مرة وخلاص، لكن مش محتاج يعني بالراجل الهايجين بتاعه مش محتاج اديله اي حاجة اكسترا في البيت other than the regular hygiene اللي هو بيعمله والتوث brushing اللي هو بيعمله، وان انا reinforce بس حكاية ان هو يكمل على اللو كارب دايت. تمام. حتى لو بصينا بعد كده في ال تمام، نرجع بقى نبص على الكيس بقى من قريب. دلوقتي انا عندي اهو باين في الصورة اللي على اليمين ان الكارز واخد تقريبا كل البروكسيمال سيرفيس واللينجوال وول النص اللينجوال اسبكت بتاع السنة، الكارز عامل اندرمايننج للانامل جامد، طبعا اللينجوال كاسب ده لو احنا شايفين ده ان ده لور فور والبيشن ده الاوكلوجن بتاعه نورمال وستريت فورورد، هيبقى الاوكلوجن نازل على الكاستيب بل وبكل كمان للكاستيب مش لينجوال، فيبقى انا بعيد عن المارجنز اوف ذا كافيتي. طبعا لو البيشنت مش نورمال اوكلوجن ممكن يكون الاوكلوجن نازل على المارجنز بتاعت الكافيتي، مين هيقول لي المعلومه دي؟ ان انا اكون عامل بري اوبريتيف اوكلوزال اسسمنت. ذن هبتدي استخدم فيشر ستون وذ راوند اند، دايموند ستون وذ راوند اند، يفضل تبقى ريد كودد او بلو كودد زي ما احنا خدنا السمستر اللي فات، ان احنا نمشي بيهم على المارجنز، نشيل جينجفل، نشيل بكل، نشيل لينجوال والاوكلوزال بارت من الاكزيال وول. تعالوا نبص كده لما هنعمل ايه يحصل. هيبقى شلنا في الصورة اللي على الشمال، شلنا دلوقتي من الجينجوال سيت بكال وول لينجوال وول والاوكلوزال بارت من الاكزيال وول، ذن هيبقى عندي الكاريز ليجن في وشي كده عايز اشيلها، اشيلها بلو سبيد راوند بير او اكسكافيتر، وده المنظر اللي انا حصلت عليه على الرايت الصورة اللي على الرايت سايد. زي ما انتم شايفين لو جينا بصينا على الصوره اللي على الرايت سايد ده كده انا عندي انامل مارجنز راجد مليان فرايبل انامل، بس عندي دنتين وول عليه ديسكالريشن. طيب الدنتين وول عليه ديسكالريشن الاكزيال ده ايه؟ سوفت كاريز، هارد، ليذري، فيرم، ساوند دنتين؟ طبعا مين اللي هيقول لي ده؟ ايه الاكسبلورر، شارب اكسبلورر، وهبتدي اشوف احساسي بالدنتين ده ايه. لحسن الحظ ان الدنتين ده كان سكليراتيك دنتين، يعني اتس هارد ديسكالر دنتين.
هارد سكالر دينتين ده الايديال ان انا احط هنا الفاينل ريستوريشن رازن كومبوزيت ريستوريشن وهو ده الفاينل بتاعي. طيب يبقى انا المطلوب مني ايه دلوقتي؟ مطلوب ان انا اعمل فانيشنج للانامل مارجنز اللي موجوده عندي دي واحط الادهيسيف ريستوريشن بتاعي. طيب ايه اللي خلاني اتاكد ان انا هحط فاينل ريستوريشن مش كنترول فيز زي ما شفنا مع دكتوره رنا في اللي فات ده، وبصينا على الجينجر وبصينا على الكارز وبصينا على الليجنز؟ بالعكس كمان، ده انا دلوقتي لما وصلت لهارد سكالر دينتين سكلاتيك دينتين معناها ان كان في وقت انف جدا للسنه ان هي تعمل سكلاتيك دينتين تدافع عن نفسها، يبقى معنى كده ان انا فعلا كان عندي كرونيك كارز ومن حقي دلوقتي احط الفاينل ريستوريشن وما اضطرش اخش في كنترول فيز. خش يا جماعه بقى على الكيس اللي بعدها، دي الاكستريم اوبوزيت لكيس نمبر 3. بيشنت جاي لك الدنيا بايظه خالص، في كارس ليجنز كتير، اكيوت كارس، جينجيفال انفلاميشن، غالبا كمان داخل في بريدنتايتس، شايفين اللور انتيريور ستاتا كمان يحصل فيهم ريسيشن، ليجنز كتير، ديمينالايزيشن، وايت ليجنز، حتى الريستوريشنز موجوده ابتدى يحصل فيها يا ما يحصل ديسكلاريشن او ريكارنس اوف ديكاي. الكارز في السن، لو بصيتوا في السن هتلاقي كارز واخد مور ذان وان سيرفيس، يعني بص لو بصينا هنا في السنترلز، او لو بصينا هنا على الكينين هنلاقي ان هو في كارز يعني كلاس 5 كلاس 3، هنلاقي بلاك اكيميليشن، هنلاقي كل السنين عليها بلاك اكيميليشن جامد جدا. بص على الاكس راي هتلاقي الكناين بين او ان هو في ديستركشن جامد، البريمولر في كلاس 2 كبيره جدا وممكن يبقى كمان يبقى محتاج روت كانال. لو بصيت على اللور 7 شايف الدايره الكبيره السوداء ده، كل ده كيرس كبير غالبا يبقى بكل، نشوف الاوكلوزال فيو. اللور 6 برضه في ديستال كيرس، البريمولرز غالبا فيهم برضه بدايه كيرس. فالبيشنت دي الدنيا بايظه خالص، البيشنت الاكستراكشن برضه عامل اكستراكشن ديو تو كيرس. هنبص كمان على الناحية التانية، رهيبة. لو بصينا على الـ other side هلاقي برضو الـ 6 شكله extracted برضو وبقالوش كتير، في class 5 في الـ lower في الـ premolar، الـ upper premolar محتاج root canal treatment ومحتاج post core و crown كمان. فدي question تانية، هبتدي أعمل الحاجات دي كلها إمتى؟ أبتدي إيه قبل إيه؟ نبص على الـ occlusal view بتاعة السنين، زي ما احنا شايفين الـ centers كلهم laterals، اللاتر كمان في ناحية extracted الكناينز، فكل السنين almost كل السنين فيها كيرز ليجن active كيرز ليجن شغال. بصينا على اللور السيفن ده الدنيا مدمرة خالص، ممكن أصلا كمان يبقاش ريستوربل، فده لسه عايزين نشوف هنعمل فيه ايه. طيب هنا الكيس دي أبتدي ايه قبل ايه؟ يعني احنا قلنا خلاص ان الكيس دي عندي لازم أخش أعمل لها complete treatment planning مظبوط. واهم حاجه يا جماعه في البيشنت ده جاي لك متدمر بقه ومتدمر نفسيا، ويعني زي ما بنقول كده اقول لك ده واحد دريند، فانا برضو ما ينفعش اشاور هم بحاجات كتير لازم تتعمل من غير ما اعمل له موتيفيشن، من غير ما يعني اشوف هو جاي مشكلته ايه، التشيف كومبلين بتاعته واحلها له، لو عنده بين احله له. فخلي بالكوا البيشنتس دول محتاجين بارت patient management of part psychological كبير قوي عشان تجد ال patient motivated for treatment، غير كده هيعمل لك هيجي يشوف الوجع ومش هتشوف وشه تاني لحد ما يجي بسنة expose تانية pain تاني حاجة جايباه غصب عنه. ف patient management في الكيس دي، psychological patient management and behavioral management في الكيس دي is very important. نبتدي نشوف دلوقتي كده مع دكتور ناصر ايه رأيه، نبتدي ايه قبل ايه، الكنترول الارجنت، امتى نبتدي ديفينيتيف تريتمنت. خلي دكتور ناصر كده يقول لنا. ايوه يا شباب، دلوقتي اول حاجة في الكيس دي اول ما بيجي لي البيشنت ده بيبقى موضوع، طيب دلوقتي بقى نبص هنعمل ايه في الكيس دي، لما بيجي لنا كيس زي دي بنتخض اعمل ايه ولا ايه؟ منتهى البساطة هنرتب مخنا للتفكير السليم، وأكتر تفكير سليم يا جماعة إنك حط نفسك مكان البيشنت. هو البيشنت جاي ليه؟ أنا لو رحت أنا كبيشنت جاي عشان موجوع، يبقى لازم أخرج من العيادة مش موجوع.
جاي عشان شكل سناني، بأخرج من العيادة شكل سناني متغير. يعني أنا جاي ليه؟ عشان لما أخرج من العيادة أبقى ساتسفايد، حتى لو أنا عرفت إن أنا عندي حاجات تانية كتير المفروض أعملها، لكن المهم إن الدكتور يشد البيشنت للتريتمنت بلان بتاعه. أول حاجة هنبص عليها في الحاجات دي، هل في حاجة من دول فيها بين؟ بالذات لو كان الشيف كومبلين بتاع البيشنت البين، فلو كده يبقى اولا تو ريليف بين. طيب لا انا مشكلتي البين وانا عملت ريليف للبين، ويا دكتور اعمل بقى اللي انت عايزه، انا عايز اصلح سناني دي، شوف ايه الصح. الصح اول حاجه ان انا لازم اقلل كميه السبتك فوسايل موجوده في بق البيشنت، والتريتمنت بتاع الحالات دي بيبقى زي ما بنقول كده كوماندوز شويه. يعني ايه كوماندوز؟ يعني بجيب البيشنت قاعده عندي في العياده ساعتين ساعتين ونص، واقول له بص احنا لازم نعمل ماسيف تريتمنت في كل فيزيت. طيب بيشنت زي ده بعد ما انا ريليف البين سواء كان بروت كانال تريتمنت او باكستراكشنز، الحاجه التانيه اللي انا هعملها ان انا اروح ماسك كل بقه ده واعمل له سكيلينج اند بولشنج، سكيلينج وبولشنج، واشيل البلاك واشيل البكتيريا واعمل له موتيفيشن واخليه يظبط الاورال هيجين بتاعه، عشان الفيزيت اللي بعديها اقعد اعمل له بقى كوادرنت كوادرنت. همسك كوادرنت، ولو عرفت امسك تو كوادرنتس في نفس السايد ابر ولور يبقى احسن لي. هعمل ايه؟ هروح ماسك كل الكاريس ليجن اللي في السايد ده واروح شايلهم وحاطط جلاس هانم، وبعدين في اخر الفيزيت اروح اعمل له اكستراكشنز. يبقى انا كده خلصت له كوادرنت. ليه في اخر الفيزيت؟ عشان الاكستراكشن ما يضايقنيش اثناء الشغل بتاعي. فاروح ماسك له كوادرنت لمده ساعتين ساعة ونص، لو قدر يبقى تو كوادرنتس في نفس السايد، اروح داخل عليهم شايل كل الكارز حاطط فيهم كلهم جلاس انيمال، ذن اروح ماسك اي حاجه ريمينينج روتس، اي سنه هوبليس، واروح اعمل لها الاكستراكشن، وامشي برضو على الاورال هايجين ميجرز للفيزيت اللي بعديها، ذن انقل الناحيه الثانيه. وبعد ما اخلص التريتمنت بتاعت الحاجات دي اروح بقى مدي للبيشنت ده موتيفيشن وفتره طويله من الاورال هايجين، ده نبتدي نخش بقى في الديفينيتيف ريستوريشنز، سواء كنت بقى هضطر اعمل امبلانت، سواء كنت هضطر اعمل بريدجز، هضطر اعمل كراونز على السنان اللي احتاجت روت كانال تريتمنت اند سو اون، عشان اعرف اوصل مع البيشنت لاخر التريتمنت. لازم اكون بنيت الفاونديشن بتاعتي صح، ان انا احترمت البيولوجيكال كونسيدريشن، لان باين قوي من البيشنت دي اول ما ابص له ان مشكله البيشنت دي مينلي بيولوجيكال. نبتدي يا جماعه نخش كده في اخر كيس معانا النهارده ان شاء الله، لكيس نمبر 5، وزي ما دكتور ناصر بيسميها كيس العفريت الكبير. نبعد بقى عن الكارز، ان احنا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده احنا عندنا كارز اسسمنت عامل ازاي وبعالج البيشنت ازاي. هنا عندي كيس لو بصينا عليها هبتدي الاقي ان لو بتتاخد هيستوري من البيشنت وبتتعمل اسسمنت، لو عديت في الكارز اسسمنت هلاقي البيشنت ما عندهاش كومبلين قوي او ما عندهاش كارز ريسك عالي. اللي شايفين زي ما شايفين الجينيفا تعتبر هيلثي، ما فيش بلاك اكيوميليشن، هايجين كويس، ما فيش كارز ليجنز تقريبا، الشوجر انتك بتاعها قليل، فدي بيشنت تعتبر لو ريسك. لو ابتديت اخش في الاسسمنت التاني ده هلاقي بقى مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. البيشنت دي اصلا جاية الكومبلين بتاعها تقولك انا مش عارفة انام، انا على طول عندي صداع، انا بصحى عندي صداع، انا على طول يعني سناني قفشة على بعض ومش مبعرفش افكها، لازم اركز عشان افك، ابتدي افك سناني من بعض. لو ابتديت اعمل لها المسل اسسمنت او المسل اكزامينيشن اللي احنا واخدينه في السكشن هتلاقي ان عندها تندرنس رهيب، عندها بين في التي ام جي، عندها الماسيتر والتمبراليس كلهم فيهم بين، هتلاقي من شكل الوش البيشنت حتى لو كنت لو شفتها هتلاقي باين ان البيشنت ده از تنس بيشنت. تبتدي تبص على البيشنت على الاوكلوز الفورم بتاعها، بص هتلاقي ان هي عندها وير جامد جدا في السنان، الدنتين كله اكسبوزد. لو بصيت على اللور هتلاقي الدنيا اوحش كمان بكتير، الاتريشن جامد جدا. لو بصيت على اللور انتيريس هتلاقي ان انت
شايف بالب شادو في اللور انتيريورز، وشايفين السبيس الموجود ده. السبيس ده يا جماعه مش سنان، مش سنه اكستراكتد، يعني لو بصيتوا عدتوا السنين هتلاقي عندها 6 انتيريورز عادي جدا. هو عندها كتر ما هي عندها instability في الاوكلوجن، هي من الكومبلين بتاعها ان يا جماعه اللي قالت لي السبيس ده عادي يزيد، المسافه دي ما كانتش كده، وهي كل شويه قاعده توسع، هي ما كانتش كده الاول. فده معناه ان هي السنان مش ستيبل والاوكلوجن بتاع البيشنت ده مش ستيبل. طيب البيشنت دي هنعمل لها ايه؟ لو بصينا حتى على السايد تريتمنت بتاع السايد بتاعتها هتلاقي ان مفيش كاستبس ممحيه تماما، انت عندك الاوكلوجن بقى، عندك السيرفيس ايريا بتاعت الاوكلوجن كبرت جدا. طبعا انتوا في المرحله دي، او يعني في المرحله اللي احنا فيها، لو البيشنت دي عندها اي كومبلين، ريستوريشن هتتغير، عندها كارث او حاجه، احنا بنشتغل زي ما دكتور منى قالت لنا كونفورماتيف ابروتش. يعني كونفورماتيف ابروتش ان انت في، يعني احنا دلوقتي لسه مش تريند انف ان انا ابتدي اظبط البيشنت اوكلوجن، انا هرجع له الاوكلوجن زي ما هو على وضعه ده، حتى لو هو عنده مشكله في الاوكلوجن هرجعه له زي ما هو، بس انا لازم ابقى عندي الانف اويرنس ان البيشنت ده محتاج يتحول لسبيشالست، حد ريستوراتيف او حد بتاع اوكلوجن كويس قوي. البيشنت ده محتاج حاجه اسمها اورال ريهابيليتيشن. ابتدينا دكتور ناصر يكلمنا عنها شويه، يبتدي يقول لنا البيشنت، قال برضو الوير انا امتى البيشنت اقول ان احنا محتاجين اورال ريهاب ولا لا، وابتدي امتى اقول ان الوير، ان الوير ده حاجه باثولوجيكال ولا ده حاجه فيسيولوجيكال. طيب نرجع بقى للصورة اللي احنا بصينا فيها على الأوكلوزال سيرفيس. طبعا في معلومة هنا مهمة جدا هي اللي هتحدد لي انا البيشنت ده عندي فيه مشكلة في الأوكلوجن. لا، باين قوي ان البيشنت ده عنده اللور سنترالز متاكلين، الأوكلوزال سيرفيس بتاع المولرز الدنتين باين ما بينهم في ريم انامل اول اراوند. يس، ذيس از ايه، ذيس اتريشن، بس لازم نربطه بالايج بتاع البيشنت، بالايج وطبيعه اكل البيشنت. لان البيشنت زي ده لو عندها او عنده 50 سنه ولا 60 سنه كمان، ومثلا الناس من اللي هم بياكلوا الاكل رو كده، ودي كانت حصلت لي قبل كده، جالي بيشنت من الريف عندها 60 سنه وبتاكل اكل رو، كل اكلها ما بين خيار وجزر وحاجات زي كده، ولقيت سنانها زي كده، هل ده بيشنت عنده مشكله ان اوكلوجن؟ لا 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 خالص تماما، ده الفانكشنال وير بتاع البيشنت. لكن ناخد بقى بيشنت زي ده عنده 40 سنه، لا 40 سنه وكل الموضوع ده وعادي، هو بيشنت عادي تماما، جالي بالمنظر ده، ده طبيعي جدا ان هو يبقى عنده مشكله في الاوكلوجن رهيبه، ولازم يبقى ده مصاحب ليه مشكله في التندرنس اوف ماسلز، ومشكله في الماسلز اللي سراوندنج الفيس، يعني سواء كانت تمبراليس او الماسيتر ماسلز. طيب بيشنت زي ده هعمل ايه؟ انا في حدود دلوقتي معرفتي انا ما اقدرش اتدخل في مشاكل الاوكلوجن، I have to refer to someone expert في موضوع الأوكلوزال rehabilitation، ولكن I have to identify the problem. الكي تاني اللي موجود في البروبلم عندنا هو ان يحصل flaring او حركة في الانتير تيث بالذات. وليه بيحصل الكلام ده؟ بيحصل ان نتيجة الوير، انتوا زي ما انتوا خدتوا في البروثيسز وانتوا بتعملوا سيتنج للسنان، ان احنا بنحط دايما الانتيرير في يدوبك ما فيش ما بينهم اوكلوجن، يدوبك يبقوا لامسين لكن من غير يكون عليهم هيفي لود. لما بيحصل ان البروسير تيث يحصل فيها اتريشن، تبتدي الاوكلو الانتير تيس تشار ان اوكلوجن، يبتدي يحصل لهم فلارينج، لان ده مش الدايركشن اوف فلود المفروض ان هم يتحملوه، ولا البون بتاعهم كان سبورتنج للموضوع ده. فساعتها يبقى انا عندي اوكلوزال بروبلم لازم اتدخل فيها، ساعتها هبتدي احولها لحد يكون اوير بي هاو تو ريهابيليتيت اوكلوزال كيس. طيب بعد ما خلصنا الكيس دي، انا كل الهدف من المحاضرة دي والمحاضرات اللي أنا اديتها لكم قبل كده عن اللي هي الكلينيكال اكسبوجر، هو إن أنا أجمع فكركم إن في فكر مور كلينيكالي أورينتد. هتلاقوا إن الكلام اللي قلناه النهاردة على الكيسز هو كل المواضيع اللي إحنا اتناقشنا فيها من أول السنة لدلوقتي، هدفنا إن إحنا نبلور الفكر ده into a clinical way of thinking، كلينيكال اورينتيشن، بان ده بيشنت، ده مش كافيتي انا بعملها زي ما كنت بعمل على الكاست، لا ده بيشنت،
وانا شايف ان الكي اوف سكسس بتاع اي واحد فينا ان هو يحط نفسه مكان البيشنت. لو انا بيشنت انا عايز ايه؟ انا عايز ذا ليست تريتمنت ممكنه تحقق لي كل اهدافي اللي انا عايزها، وان مشكلتي اللي انا داخل بيها اروح من غيرها. انا شايف ان ده هو طلب ومراد كل بيشنت. دكتوره رنا بقى ايه، تسلم عليكم. ميرسي يا جماعة لحسن استماعكم. لو في أي حاجة محتاجينها أنا ده الميل بتاعي، ابعتولي. في أي استفسارات، في أي حاجة مش فاهمينها يا ريت تبعتولي. يعني في so far دي احنا كان المفروض ان احنا كنا نختم السيمستر ان شاء الله بال case based learning. لو عندكم أي استفسارات تانية ممكن نبقى نعمل، ممكن أبقى أرد عليها برضو في PowerPoint لو في كذا سؤال، عشان يبقى أبعتها لكله بدل ما يبقى الرد individual فكله يستفيد بإذن الله. لو في أي feedback، في أي أسئلة ارجعولي، ويعني ربنا معاكم إن شاء الله، وال keep you updated بقى بأي حاجة إن شاء الله تحصل في الكليات regarding الدراسة والامتحانات والحاجات دي. يعني up till now stay safe بقى إن شاء الله، وربنا يعدي الفترة دي على خير. يلا مع ألف سلامة، باي باي.